تعالوا بقى نشوف محمد صلاح النهارده بيبحث عن هدف مزدوج امام زامبيا. يتطلع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي الى تسجيل اول اهدافه ضد زامبيا في مسيرته الدوليه. طبعا هو شارك في اخر مواجهات جامعه منتخب مصر وزامبيا عام 2015 وفاز فيها منتخب مصر 3-0، لكن نجح محمد صلاح في تسجيل الاهداف بشباك 22 منتخب في القاره السمراء، يعني سجل في 22 منتخب، احرز هدف واحد في كل من كينيا وافريقيا الوسطى وموزمبيق ونيجيريا وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطيه وسوازيلاند والمغرب وغينيا بيساو. وفشل محمد صلاح في التسجيل في 12 منتخب ما عرفش محمد صلاح يجي فيهم اجوان، هما سيراليون والكاميرون وغينيا الاستوائيه وزامبيا وجنوب افريقيا ومالي والجابون وليبيا وانجولا والسودان وكوت ديفوار والسنغال. في حاله تسجيل قائد منتخب مصر النهارده هدف هيقلل العدد من 12 منتخب ل 11 منتخب، فيما تزايد هتزيد بقى قائمه الفرق اللي هو يعني هتبقى بدل 22 هتبقى 23 منتخب. طبعا احرز اكثر من هدف في مرمى النيجر 5 اهداف واوغندا 4 وزيمبابوي وتنزانيا سجل فيه والكونغو كمان سجل فيهم 3 اهداف وتشاد وتوجو وغينيا وبتسوانا وتونس وغانا وجزر القمر وملاوي سجل هدفين. وطبعا ارقام محمد صلاح دايما مرشحه للزياده، يعني هو نجم وعنده قدرات خاصه ودايما مرشح لان هو يكون عنده كل الارقام القياسيه بيخسرها في انجلترا، فاكيد في القاره السمراء لازم يبقى عامل حاجه كويسه يعني.